بسمات الوطن. يا الله صار لي نص ساعة ناطرة. داخلكم الدوام مش من 8 ل 2؟ بلا بس صار 8 ونص هلا والمسؤول بعد ما شرف ليفتح. المسؤول هون هو سيد تمام بس بيكون عم يطحنك عشان حاجز او كان الشي اتنين عم يعملوا ايز ميز. يا الله وانا مضيعة دفتر السواقة رح جن مش عم بقدر اتنقل بليه. وانا مضيعة باسبوري وبعد يومين سفري. وانا سرقوا لي بوشاتي واجوا زتوها قدام الداخلية وناطر لها استلمها. وصل 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 السيد تمام. زعفولو زعفولو حتى يفتحنا بسرعة ويعطينا الاغراض. هاي كيفكم صفا؟ سيد تمام مش حضرتك المسؤول هون؟ بلا بس انا كمان مضيع مفتاح الباب وما في نسخة تاني بالداخلية فجيت صف معكم. والعمل نيه طولوا بيتكم. سيد تمام مش اول واحد بضيع المفتاح بعدين مع الدولة ما في شي بضيع. طولوا بيتكم وروعوا اعصابكم الدولة بتلاقي حل للمشكلة. ميرسي ميرسي يا حبيبي لأنك دفعت عني ودفعت عن الدولة وعن الحق. ميرسي كتير على فيقة. حضرتك شو مضيع؟ مضيع عائلتي صار لي 3 سنين بلا دماغ. يا ماما وأنا أقول كيف في حدا بدافع عن الدولة تير الأخ بلا مخ. يا ماما بسمات الوطن.